وشع. بصراحه يعني وده رايي ان عمرو حط نفسه في مزنق السنه دي وجاب سقف المنطقه دي يعني بجد، وحط الاخرين كمان اللي هيحاول يكتب في المنطقه دي هيتضايق يعني، عمرو هيضايقه يعني بجد يعني، لان كم الحاجات التويستات اللي عمرو عاملها هنا والتركيبه البنى المعقد اللي عمرو عمله، ان كل الناس اللي واخده على الفرجه والتوقع والشبه اللي ممكن يحصل عمرو كسره خالص. فاعتقد ان عمرو كان بيقول يا جماعه انا بقفل الخط ده عليا وعلى الاخرين، فانا بتهيألي عمرو هيغير، انا عايز اغير الحقيقه. بس هو خدي بالك السسبنس موجود حتى في العلاقات الانسانيه، يعني هيطلقها ولا مش هيطلقها، هيتجوزها ولا طب خانها ولا، يعني حتى ده السسبنس ده موجود في حتى في العلاقات البسيطه الاجتماعيه. يعني السنه اللي فاتت بعد البدايه الحقيقه، السنه دي هتلاقي في كذا مسلسل شبه بعد البدايه، شهاده ميلاد اعتقد ان ممكن يبقى فيه مسلسل او اتنين شبه، بس عمرو خلاص قفل الحكايه دي يعني. لكن احنا رايحين حته تانية خالص ان شاء الله يعني. طبعا الموضوع مخيف جدا، لكن حتى الشركه عملت استراتيجي انها بتطلع الحلقه الصبح، الحلقه دي بتفضل موجوده كسر حربي تمام، وكل حلقه موجوده في حته عليها علامه مائيه عشان نعرف دي تسربت منين، وما بتطلعش الحلقه غير الصبح للقناه يعني على مثلا الساعه 12 واحده الظهر عشان القناه تقدر ترفعها عشان البس يعني. ما عدناش بنعمل زي زمان نسلم القناه خمس حلقات او ست حلقات. طبعا الموضوع مخيف، موضوع التسريبات والسرقه وموضوع الحقوق وموضوع ده مش موجود عندنا للاسف، في قوانين بره بتحمي لدرجه ان على اي فيلم اجنبي كده هتلاقي الاف بي اي عامل قانون وتحذير، الاف بي اي. فده موضوع يعني فيدرال مش بوليس عادي، لا ده الاف بي اي هي اللي بتتدخل في اي حته في العالم ومن حقها قانونا يعني. بنشتغل فوق ال 22 وفي رمضان بتوصل لغايه 24، وساعات انا عملت اوردر 36 ساعه، طلعت من وحده لوحده تانية خالص يعني، بعد ما الوحده دي خلصت الوحده التانية كانت بتبدا يعني، فقربت على ال 36 ساعه. الناس لو تعرف ده مجهود قد ايه هيستحرم يعمل فينا كده. وشوشه الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي، www.washwasha.org